السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. الاكل طبعا فيه انواع كتير جدا ممكن نعملها مع حضراتكم كل يوم، ولكن في ايام كده بحاول اعمل اكلات مش مختلفه ولكن تكون مختلفه شويه من نسبه الطبيخ اليومي زي ما بيقولوا شويه. هعمل النهارده اطباق ان شاء الله اسهل من بعض على فرانكا شويه. في ناس كتير جدا طلبت الاكل يكون شويه زي اكل المطاعم، وليه ما بتعملش اكل المطاعم اللي احنا بنروح ونشوف الفنادق؟ برضو ليكوا حق ولازم نعمل من ده ومن ده. طيب عندي اطباق شيك قوي ولطاف جدا ويمشوا معايا كمان اكل صحي، لان فيه خضار كتير جدا وفيه نسبه فوسفور عاليه ونسبه البروتين والنشويات والالبان، اكيد لو ظبطناها اكيد الموضوع هيبقى كويس جدا. طيب رقم واحد عندي كمان ستيك او سلمون فريش هيتعمل مع صوص الجزر، هنشوف بتعمل ازاي. يطلع معاها كمان البطاطس المشويه مع الريحان. عند الطبق الثاني بيف فيليه، ممكن نعمله باي تسويه احنا عايزينها، عندنا اكتر من 5 أو 4 تسويات لو حابين نعملها براحتنا خالص. هنشوف برده بتعمل ازاي مع الخضار البرازيل اللي هو برده ممكن يكون مسلوق نص سلقه ويتعمل سوتيه مع التوم، هنشوف بتعمل ازاي برده. وعندي كمان الطبق الثالث هو الروزوتو او الرز الايطالي مع الصوص الكريمه بالجبنه الزرقاء مع المشروم الفريش. الموضوع سهل جدا وبسيط. تعال نطلع فاصل، بعد الفاصل نواصل. طب اهلا بيكم مره تانية مع لقمه هنيه. طيب قبل الفاصل كنا بنتكلم معاكم النهارده على 3 أكلات اسهل من بعض. عند الريزوتو اللي هو الرز الايطالي شكل الرز المصري ولكن بيتعمل بطريقه مختلفه شويه، بيبقى لازم يكون مي شويه، معمول مع صوص الريكفورد مع حضراتكم او الجبنه الزرقاء والمشروم، ولو حابين نحط كمان بسله يبقى كمان الموضوع لطيف جدا. هنشوف برده مع حضراتكم الموضوع. والطبق الثاني عندي بيف فيليه او قطعه من عرق الفليتو، هنعملها مع حضراتكم بشكل بسيط ونشويها ونظبط الامور مع خضار يتاخد سوتيه يبقى ليه طعم كويس قوي، ممكن لو خضار مشوي مش هيقول اي حاجه. وعندي الطبق الثالث هو السلمون، هنعمله مع حضراتكم بصوص الجزر الفريش مع الزبده ومع كمان الجبنه السايحه او الجبنه البرمجان او اي نوع من انواع الجبنه، ويطلع كمان معاه بطاطس مهروسه مع كمان البقدونس. طيب هبدا في الطبق الاول، هو طبق الريزوتو او الرز الايطالي، هعمله بشكل بسيط جدا ما فيهوش صعوبه، ولكن خلينا نتكلم واحده واحده. الاطباق دي ما بناكلهاش غير في المطاعم او في الفنادق او في المطاعم، اللي لو حبينا مثلا نروح ناكل حاجه كده حته ستيك بصوص المشروم او مع مش عارف مع صوص البيبر صوص او صوص الفلفل او مع صوص ايا كان انواع الصوصات ايه هي، ولكن بيبقى ليها طعم وفي وقت للوقت فين وفين لما بنعملها، او لو حتى هنروح مكانها بيبقى مش دايما يعني. رقم واحد الريزوتو او الرز الايطالي اللي معمول بالطريقه البسيطه، ممكن برضو يبقى فين وفين نعمله ولكن برضو لازم نعمله بشكل بسيط. والسلمون نفس الموضوع، عايز اقول لكم ان الفايده هنا الصحيه زي ما اتكلمت معاكم من شويه، قلت ان السلمون يعني اجود انواع السمك او من اجود انواع الفسفور او نسبه الفسفور العاليه في السمك هو السمك الفريش، السلمون الفريش غير السمك السلمون اللي هو المدخن. السلمون الفريش حاجه وده حاجه، السلمون المدخن ده بيبقى عامل زي سلايز ضعيف جدا، بنعمله دايما برضو مع حضراتكم ولكن بيبقى طعمه حلو بس مش نفس القيمه الغذائيه. نفس الموضوع البروتين اللي موجود في البيف فيليه فريش طبعا اكيد ليه طعم كويس جدا، والكريمه اللباني اكيد الوجبه كامله من كل احتياجاتها. طيب نبدا الاول ونتكلم مع حضراتكم واحده واحده على الرز الريزوتو. بص كده هواري، بص كده شفيق، شكل الرزايه مختلف تماما عن الرز بتاعنا بس هو نفس الحجم. بيبان ازاي؟ بص حضراتكم شكل الرزايه عامل ازاي؟ تعالى كده يا شفيق. اوبا حبه وقعوا معلش. بص تحس ان الرزايه كبيره شويه، اكبر من بتاعتنا او اتخن شويه، وفيها اولها ابيض وفي اخرها ابيض او في نصها في تقليمه بيضة. هي طبعا الرز ابيض كله بس التقليمه البيضة اللي قصدي عليها هي. بص يا شفيق اهي شايفها؟ شايفينها يا شباب؟ مختلف شويه عن الرز المصري ولكن طريقته سهله جدا وما فيهاش صعوبه. انا هشتغل بيه بشكل بسيط جدا، بجيب عندي كاسرول او حله تكون سخنه وهبدا اشتغل واحده واحده بمقادير بسيطه جدا. بجيب عندي الاول زيت، بسم الله الرحمن الرحيم كده حبه زيت، وبجيب عندي كمان زبده عشان يطعم كويس كده، ويبدا يسيحوا مع بعض، وابدا انزل على طول عندي بمعلقه بصل مفروم كده اهو كبيره،
وابدا اشوحهم مع بعضهم كويس قوي مع كمان سنه بسيطه من الكرفس المفروم او الكوريت، حاجه من الاثنين. انا بس بعلي التيست او بغير شويه من النمط اللي هو الطبيعي، بقلبهم مع بعضهم او بحس ان خلاص خدت نسبه فتيه او تتبيله بالزبده مع الزيت كده بشكل بسيط، اكيد الموضوع بيبقى باين قدام حضراتكم ان في ريحه بتطلع من البصل ان هو خلاص بدا ياخد تسويته. لو انا هعمل سي فود والريزوتو هيطلع معايا مع السي فود، ممكن عادي جدا وانا شغال بحط عندي من فكره التوم لو حبيت ان انا هعمل سي فود، وبشتغل برضو في سي فود كتير جدا هو ريزوتو ليه طعم كويس جدا، انا شخصيا بعشقه بصراحه بالسي فود بيبقى ليه طعم كويس قوي، وكمان بعشقه بالجبنه الزرقاء الحادقه شويه. طبعا اكيد بنشيل اي حاجه ليها علاقه بالملح، بنحط معاها طبعا المشروم والبسله بيظبطوا معايا شويه نسبه الملوحه اللي في الجبنه. بقلب كويس جدا، اول ما احس ان خلاص خدوا ستي هبدا اجيب عندي كوبايه الرز بتاعتي. بسم الله كده اهو ماشي الكلام، كوبايه دي كبيره كمان، هاخد كوبايه حلوه كده على قد الطبق اللي هشتغل بيه وابدا اقلب فيه واحده واحده. تقليب الرز هشتغل فيه كانه رز مصري، ولكن هو مش رز مصري، هو رز ايطالي، ولكن تقليبي فيه عشان يسخن كويس قوي. هنا بحط ملح وقت ما بسخن الرز المصري، هنا مش هحط ملح خالص ولا هلمسه، هخليه زي ما هو كده لحد ما يبدا ياخد مرقته. لو بعمله سي فود بديله مرقه جمبري وده الافضل، او مرقه سي فود عامه لو موجوده مرقه شفافه ساده، وبديله في الاواخر كريمه. لو بعمله عادي باللحمه او بالفراخ او بالجبنه او اي شيء تاني غير السي فود بديله مرقه خضار وتبقى ثابته معايا وليها طعم كويس. ببدا اقلب فيه كويس قوي. المطلوب من الرز ده ان كل حاجه فيه او كل حبايه تاخد وقتها في تسويتها، ما يبقاش في حبايه ناشفه وحبايه طريه. بقلب او بحس ان الامور بدات عندي تبقى باينه، بزود عندي برده واحده واحده كده من الزبده، والزبده طبعا بتسيح بتديله طعم كويس جدا وبتسخنه اكتر واسرع. وبعد كده المشروم في الاواخر، الجبنه في الاواخر، الصوص دايما في الاواخر، ده كله اهم شيء يخلي الرز ياخد وقته في تسخينه. تعالى نعمل الصوص بطريقه حلوه جدا. انا عايز اعمل الصوص بطريقه مختلفه شويه. هعمل الصوص مضروب فيه البسله ومضروب فيه الجبنه البرمجان مع كمان الجبنه، عفوا الجبنه الزرقاء مع كمان الكريمه اللباني. وهنا انا مش هحط اي بهارات خالص لان هضربهم كلهم في الفود بروسيسور بتاعي، هخلي كله واحد، قوام البسله مع قوام الجبنه والكريمه كله هيكون واحد جدا. بس لازم الاول يكون عيني على الرز وما خلوش يتحرق مني او يتلسع خالص. طيب اول حاجه هاجي هنا كده على طول على الفود بروسيسور دوت وهشتغل بيه واحده واحده مع حضراتكم واوريكم الصوص يطلع معايا قد ايه. انا ليه بعمل بالفود بروسيسور؟ ممكن اعمل بالهاند بلندر، ولكن مقصود ان الكيتشن ماشين بتاع براون مش بس ممكن اعمل بيه تقطيع او هشتغل بيه كسلايس بطاطس او خضار او ان اقطع فيه مفروم او ان انا افرم فيه لحمه او الحته دي ان انا اشتغل بيها بفكره اعشاب او مكسرات فقط غير ككبه، لا انا ممكن كمان اشتغل بيه كصوصات. هحط الاول كده بسم الله البسله، هفرمها كويس معاه على السريع كده، وممكن كمان ازود من عندي، خليك زي ما انت شفيق، هزود من عندي سن البصل تعلي معايا التيست اكتر في الصوص. هنا مش كتير بس تتضرب على طول على السريع معاها سن البصل كده بسيطه، وهبدا هضرب كويس قوي الصوص البسله. برقت او خلاص اتضربت مش محتاجه مني اي افتكاسه، هبدا انزل عندي بالجبنه، والجبنه شايف ان هي حادقه شويه فمش هزود كتير من الكميه، احط نص المثلث مش اكتر من كده، بقطعها نصين كده اهو وهو نفس المكان، باخد الطعم وبستفيد طبعا من الجبنه ولكن ما بزودش الملوحه كتير في الصوص، وهغطي تاني كده وهضرب. هبدأ أشتغل بالكريمة اللباني. هسيبها تاخد وقتها وتتعايش مع نفسها. هرجع تاني أقلب في الرز عشان يسخن كويس ومبقاش ناقصه أي حاجة وأكون برضو شغال مظبوط. هنا خدوا بالكم الفود بروسيسور ده هيعمل حركة حلوة وحركة وحشة. ايه الحركه الحلوه؟ ان هيفرم لي كويس جدا الخضار بتاعي مع الكريمه وهيخليها كمان الجبنه زيها زي الكريمه، ولكن لو الحركه الوحشه بقى لو سبته هيخليها تعلى وهتبقى فوق زي الكريمه اللباني الطبيعيه اللي انا بضربها كتير بتبقى كريمه مخفوقه. انا مش عايزها كريمه مخفوقه، انا هقف عند دي كده. بص كده يا شفيق اهو
مش عايز اخلي الكريمه تبقى فوم يعني معموله زي الكريم شانتيه، لا انا كده تمام وزي الفل وتمام. ده تعبير ان الفود بروسيسور بتاع براون ما شاء الله مش السكينه اللي حاميه او مش الجهاز كويس بس، لا كمان سرعه الجهاز تخلي معاك الكريمه لو في خمس دقائق تخليها كريمه تكون عامله زي القشطه او كريم شانتيه. فقلب كويس جدا هنا الموضوع. هنا هدي كمان عندي مرقه ولكن الكريمه مع الصوص في الاواخر، بس الاول اسوي الرز بتاعي واحده واحده. انا هشتغل معاكم طبق طبق، مش عايز اخلي الاطباق كلها تبقى راكبه على بعضيها بحيث ما نبقاش حاسين ان احنا اتدوشنا بسرعه. وكمان برغي يبقى رغي وطبخ على بعضه فاكيد الموضوع هيبقى مش تمام. تعال نشوف، نبدا ننزل واحده واحده. ربنا يخليك يا هواني طيبه. هبدا اعمل كده واحده واحده، مش هعمل غير كده يعني لوش لوش يشرب الميه بتاعته او المرقه بتاعته وابدا انزل تاني نفس الموضوع. هنا في ريحه انا شاممها، ريحه البصل مع الكرفس مع الزبده بدات تشبع من تلميع او لمعت كويس قوي الرز زي ما حضراتكم شايفين. فده كله برده ببدا اقلب عشان خاطر الحاجه تبقى معايا تمام. زي ما قلت لحضراتكم من شويه انا هسوي الرز على الهادي مش هخليه على نار عاليه عشان خاطر ابدا اخلي كل الرز مستوي كويس جدا ونقدر نعمله في البيت زي ما بنعمله قدام حضراتكم على الشاشه عشان ما نلاقيش حاجه جديده او مختلفه واحنا بنسوي في البيت. بقلب او ما احس ان خلاص بدات تنشف الميه، بص كده هواري بدات تنشف، هنزل على طول بلوش تاني، لوش اللي هي المغرفه يعني كده، واقلب لحد ما تنشف ويشرب الرز شويه يبدا يكبر. ده الطبيعي. لا مش هديكي فاصل دلوقتي غير ما اخلص الطبق ده، مش اتفقنا؟ لا ما هو بص مش بقى شغل بقى والنبي وحياه مش عارف ايه وبتاع، احنا قلنا من قبل الحلقه هديكوا فاصل في كل طبق عن ثلاث اطباق وانت عندك ثلاث فواصل، صح ولا مش صح؟ ليه الافتكاسه دلوقتي وتغيير الديل اللي اتفقنا مع بعض قبل الهوا؟ ليه؟ بس كده كمل قوي ولا رايك يا خولي؟ هي ساره اللي عملت كده. ايوه انت تموتي وتقعدي تعملي كده انت من بعيد عشان تخلعي انت من المشكله. ماشي بقلب، بدا الرز يبقى باين ملامحه لسه تاني لسه شويه عليه. انا بس هركب كل حاجه وبعد كده اسيبه ياخد تسويته. هبدا تاني مغرفه تانيه من مرقه الخضار بتاعتي كده وابدا شويه واقلب. طبعا زي ما اتفقنا لو انا ما عنديش صوص جبنه جبنه ريكفورد ممكن احط طبعا جبنه برمجان هيبقى تيستو عالي جدا، ممكن احط فراخ متقطعه ده كله في ايديا. يبدا الرز يبان زي ما اتفقنا مفيش موالح مفيش حاجه اسمها حبه ملح والتركيبه دي. قلب كويس. في ناس تحب تكسر صوص الكريمه او الريزوتو عامه بسله صوص الطماطم يبقى لون بينك، ده ماشي الكلام، ولكن انا حاطط بسله فاوريدي انا كاسر اللون وكمان هزود كمان ريحان. يعني الريحان هبقى هنا حبه زيت زيت زيتون، بص كده زيت زيتون بالريحان. بص انا وانا شغال اهو ده كله بيفرق معايا وبقلب اهو بقلب بيتعلي التست اكتر. ده الريحان طبعا اكيد الريحان ده العمود الفقري بتاع المطبخ الايطالي هو الجبنه البرمجان. يعني الاثنين دول تلاقي في اي حاجه لو اضطرينا عمل فول هتلاقي حط في الفول ريحان. الفول يعني طبعا مصري مش ايطالي بس انا بهزر لدرجه ان بقول ان هو مهم جدا زي عندنا لو عملنا حته جبنه قديمه بنحط عليها فلفل اسود، عاداتنا وتقاليدنا كده. بره مفيش الكلام ده، زي ما احنا برضو اي حاجه بنحط عندنا حاجاتنا او بهاراتنا اللي احنا حابينها حتى لو من غير حاجه، احنا ممكن عادي جدا بناكل اكله نحط معلقه فلفل معلقه شطه معلقه كمون معلقه ملح كلهم على بعضيهم وتغمس بيهم عيش، دي الدقه وعادي جدا بيمشي لو حتى من غير الاكل بتتاكل بالسميط. او كمان لو في اكل ومحمره لحمه في البيت انا بحب اغمس سنه كده او ترش حبه كده ليهم طعم كويس جدا. ولذلك كمان لو حتى مش اللحمه ممكن في السمك كمون مع كزبره ناشفه معاه ملح بيبقى الموضوع معانا برده، دي تقاليدنا كده وعاداتنا. يعني الرز بدا ريحته تبان وبدا يخش في التسويه كده اهو. فوائد الريحان على الهواء الله يبارك لك، ده انت اللي عملت كده يا رضوى من نفسك؟ ربنا يخليكوا سلام كده اهو. اقلب بدا الرز يمسك شويه ابدا اديله كمان لوش بياخد برده مرقه كتير مش قليله بحيث ان برده واحده واحده بحيث ان هو ياخد وقته ويبقى تمام التمام. بدا كده زي ما حضراتكم شايفين اهو هبدا بقى هزود له كمان حبه مرقه كبار عشان احط الكريمه واخليه ياخد وقته في التسويه كده اهو كده بالشكل دوت وسيبه شويه ياخد وقته وتمام التمام. حط عندي حبه كريمه في البدايه كده كريمه بالصوص بالبسله. بص الشكل عامل ازاي ده لسه ما استواش ده هيشد بقى كمان وهيشرب مرقته مع الصوص الكريمه اللي حطيناها مع الجبنه الزرقاء مع كمان البسله والريحان اللي حطيناه
هيبدا يستوي وياخد وقته كده. الطبق ده ما فيهوش حاجه خالص غير بس ان انا كمان لو عايز احط المشروم من دلوقتي ما عنديش مانع، عايز اسويه لوحده في طبق تاني ماليش شارع، عايز احطه في الاواخر خالص برده ما فيش مانع، وهسيبه ياخد وقته ويبقى تمام التمام. ده اول طبق مع حضراتكم، طبق الريزوتو معمول بشكل بسيط جدا، الكريمه مع المرقه هتاخد وقتها وتسوي كويس جدا الرز، بعد كده هنضيفهم في طبق ونشوف اخبار الدنيا ايه بعد الفصل. اتفضلي يا استاذ. اهلا بيكم مره تانية مع الام هنيه. طيب قبل الفاصل كنا احنا مخلصين الريزوتو وقعدنا نقلب فيه وشرب ميه لما شبع وتمام التمام، بقى في الاخر جبت معلقه صوص حطها على الوش زي كده يعني تاتش لطيف في الاواخر، عايز احط جبنه شيدر او جبنه برمجان انا ما عنديش مانع. طيب الطبق الثاني اشتغل فيه على طول هو طبق السلمون او الستيك، الاثنين بالنسبه لي واحد ما فيهوش اي مشكله، ولكن خلينا نبدا بالسلمون. السلمون انا هشغله في الطاسه والستيك انا هشغله على الشوايه. ايه وجهه نظري؟ لان السلمون طبيعي ان هو انعم جدا من اللحم البيف او اللحم البقري، وعادي جدا ان هو ممكن يبقى يعني هو المفروض ان هو يشم النار. يعني لو سالتوني يعني السمكه دي تاكل ازاي اقول لك ميديوم، ميديوم رير كمان اللي هو ربع تسويه، تشم النار تاكلها مش زفره ولكن متبله كويس، هنشوف مع حضراتكم واحده واحده وتتعمل مظبوط تتاكل على طول ما فيهاش اي افتكاسه خالص. طيب هسخن طاسه كويس جدا هشتغل عليها على عرف ان انا هلسع من هنا، ولو عاوز تسويه ثانيه هدخل الفرن لكن الاول اتبل. طيب انا كنت طالع الخياره دي عشان بس ايه اكثر لون الطبق بتاع الريزوتو بحاجه كده سريعه، عشان انا ما بحبش الطبق دايما يكون لونه لون مختلف. لا هو مش صح يا رضوى، انا اول مره اسمع الكلام ده مني. هو ايه اللي ما ينفعش ابيض في ابيض؟ انت عايز الطبق ابيض فابيض دي حاجه تانية. انا ولا جرنشت ولا كسرت حاجه ولا عملت حاجات كده، اي حاجه خضراء يعني لا تذكر بدون استرحان. لو عندي ورق ريحان كان يبقى الطف، وانا رايح بعيد ليه؟ هاخد ريحان ازيد نفسها كده. وتمام. طيب خليني اخش على طول على الطبق السلمون ونشتغل فيه مع حضراتكم. طبق السلمون انا بحب اتبله دايما بتتبيله لطيفه جدا وما فيهاش اي صعوبه. رقم واحد عندي حبه ملح كده ماشي الكلام. رقم اثنين عندي معلقه مستارده مع معلقه ريحان، هنقلبهم مع بعض الاول عشان خاطر نشوف شكل التتبيله عامله ازاي. عايز احط شبت مش احط ريحان عشان ما ادوخش نفسي ما بين التتبيلتين ويبقى الموضوع زياده. بجيب عندي معلقه ريحان هنا كده بالزيت بتاعها كده اهو ماشي الكلام، وكمان بجيب عندي معلقه مستردة عشان المزازه طبعا، وكمان سن الثوم لطيفه كده عشان تبقى ليها طعم كويس جميل، وعندي كمان الزيت الزيتون وحبه ليمون بسيط من الفلفل الابيض بس هنا، وممكن كمان هنا مش هيقول لا. تمام ببدا اقلب كويس جدا التتبيله دي، دي تتبيله سهله جدا لتتبيله السلمون، وبعمل كده وبعد كده بايدي وابدا اقلب كويس قوي السلمون، ما عادوش كتير، اهم شيء ياخد وقته في التتبيله بمواعيد، مثلا نقول 10 دقائق ربع ساعه، لان هو ما بياخدش وقت اصلا في التتبيله. وانس ان هو يبدا يستوي القشره بتاعته اللي هي دي بتتشال اسهل مما يكون كده اهو. هبدا اجيب عند الطاسه بسم الله كده تمام، ياخد وقته ويتعايش، وبعد كده اول ما احس ان خلاص سويت او خدت لون لطيف هكون محضر عندي الصينيه الفاضيه بحيث ان انا ابدا ادخل الفرن. سنة زيت بسيطة كمان مش زيتون، زيت عادي
وما اقعدش اقلب كتير عشان ما يلزقش وياخد وقته ويتعايش. طيب خلينا نتبل كمان بالمره فكره او ممكن نعمل الصوص بتاعه عشان خلصنا الطبق كامل. صوص الجزر هطلعه بسيط جدا، بجيب عندي الجزر وابدا اضربه لو انا عندي العصاره او عندي الخلاط او بضربه، الافضل اضرب جزر كويس جدا في الخلاط يطلع معايا عصير جزر، او ممكن العصاره تطلع الميه بتاعت الجزر فقط تغيير. انا عايز سنه التفله، مش على فكره مش هاخد ده كله، ده بس يعني ايه زمايلي كرم انا هاخد حاجه بسيطه جدا منه لان هديله كمان جزء من الكريمه واخليه صوص عالي جدا وليه طعم تمام تمام. بصلايه ناعمه الاول، وهبدا اديله سنه تومه، سنه كرفسيه على كرتايه كده بسيطه، وبسيط من زيت الزيتون كده او الزبده حسب اللي عندنا يعني، بس انا هخليها زيت زيتون وخلاص كده اهو ماشي الكلام، وسيبهم ياخدوا وقتهم. وهجيب كمان عندي قطعه كده عشان خاطر ابدا اشيل بس فكره السلمون ونقلبه الناحيه الثانيه حالا. بطلع بس حبه كريمه عشان خاطر ابدا اعمل كده، والجزر خليه في الاواخر هو التاتش الاخير. بسم الله ده اللي بتكلم عليه، مش عايز لون اكتر من كده عشان ما احرقش التتبيله بتاعتي، واشم دايما ريحه التتبيله وانا شغال هنا في ايديا يعني، في ريحه المستردة طبعا طالعه جدا مع الريحان، ممكن واحنا شغالين او ما نحس خلاص دخلنا في مرحله التسويه يبقى الموضوع الطف ودخلها كمان الفرن، ده في ايدينا. في ناس تاكل السلمون ده بنفس الطريقه دي دايركت من غير اي حاجه تانية خالص، عليه حبه شبت او الريحان زي ما اتفقنا وبيطلع على طول ليه طعم كويس قوي. خلينا نحط برده معلقه التتبيله دي كمان عشان نبقى عاملين كل حاجه. الكريمه هنا تغلي شويه وتقصر كمان سنه، ونبدا هنشوف هنعمل ايه. ده انا كده اسيبه سنه كمان ياخد وقته، وبعد كده هبدا هدخل على طول على الفرن. بس انا مش عايز ازود عن كده عشان خاطر ما اخليش السلمون يبقى واخد لسعه تزعل على اللزوم كده ماشي الكلام. ده يخش على طول الفرن، هستفيد بسخونيه الطاسه دي وهعمل الحركه دي وسيبها مع التوم ومع كمان الكريمه بكل حاجتها عشان اكسر طعم الصوص، واسيبهم يغلوا مع نفسهم. ده متشكرين ليها، هدخل السلمون ياخد وقته في الفرن ويستوي كويس، وبعد كده لما يخلص خالص الصوص يكون جاهز يطلع معانا. ما بحبش احط الاثنين على بعض وادخلهم جوه الفرن، مش لطيف. طيب هنا الصوص ده خلاص برده هياخد بسيط جدا من الملح كده وكمان الفلفل الابيض، ولو عايز ازود كمان اكتر من الريحان مش هيقولي لا، معلقه ريحان بسيطه كده بالزيت بتاعها برده صوص خفيف يعني كده اهو، وسيبه يغلي وياخد وقته. طيب تعالى اخش في الطبق الثالث، هو طبق السلمون، طبق الستيك البيف فيليه. البيف فيليه طبعا ممكن امشيه اي صوص انا عايزه، بيبر صوص اللي هو الفلفل الفلفل الحصى المنقوع دوت زي ما انتم شايفين، لو عايز امشيه يبقى جاي طبعا جاهز وابدا اشغله كويس جدا لفكره الصوص مع الديمي جلاس صوص او صوص اللحمه، وكمان عايز اقدم معاه خضار سوتيه، يبقى انا عندي خضار متقطع بشكل بريزيان او اللي هي تقطيعه صغيره جدا، بطاطس جزر كوسه، وعندي كمان بطاطسايه متقطعه على اربعه واخده زيت واخده حبه اعشاب لطيفه جدا. انا هبدا اشتغل بالبيف فيليه، عندي دي كذا طريقه هنتكلم مع حضراتكم برده ونشوف بيستوي ازاي. زي ما قلت من الاول في تسويات كتير جدا، انا هتكلم الاول على شكل حته اللحمه اهي، بص كده شفيق حته اللحمه
بما يعادل من 220 من 180 لحد 220 250 جرام، بتكش شويه في الاواخر، تطلع ممكن تسويتها كده، وممكن اعمل فيها اي حاجه حضراتكم غير متوقعه بيها. ممكن نعمل ايه مثلا؟ ممكن اسويها على كده، تطلع معايا كده واشويها كويس قوي، وممكن اقطعها نصين ما فكهاش من بعض واعملها على شكل كفه الايد وبطها شويه، تفرد معايا كويس قوي. بيف ليه؟ هي من الطف انواع اللحمه، او من اسهل انواع تسويه اللحمه. ده عرق الفريتو كلنا عارفينه، بيقول لي طعمه كويس جدا، ما فيهوش اي مشكله خالص. انا هتبل ده كويس بايه بقى؟ هتبله بسنه فلفل اسمر مجروش كده، مع ممكن احط على فكره فلفل عادي، بس انا هعمله مجروش افضل عشان خاطر يبقى معايا ليه طعم برضو اقوى. واجيب عندي كده كده، معلش بص كده بعمل ايه، بجرش الفلفل كويس كده اهو، كمان ده فلفل اسمر عادي حصى يعني، بس انا نقعه كويس عشان انا ما نقيتش التاني، فده برضو اسهل وبسيط. هشتغل بيه كتتبيله، وممكن كمان كمان طبعا كصوص. تمام، حبه كمان بالمره، لا كده تمام. هجيب عندي حبه ملح هنا، هقلب كويس قوي الاثنين مع بعض كده، ماشي الكلام، دول زياده مش عايزهم كده اهو. وهجيب عندي كمان اعشابي اللي هي الزعتر او الروزماري، افضل يكون روزماري، بفرم كويس قوي على السريع. هي دي التتبيله بتاعت البيف اللي هعمله مع حضراتكم، بقلبهم كلهم مع بعض كده. ببدا اعمل ايه بقى؟ ببدا اتبل كويس قوي، بعمل كده بفردها، وببدا اجيب عندي بالشكل كده واروح رافع، وبالشكل ده كده واروح رافع، وجايب الجنب ده كده، وجايب الجنب التاني كده، وابدا المهم كويس قوي مع بعض، واديهم في الاخر معلقه زيت بسيطه، وابدا اشوي براحت الزيت عادي. تمام كده اهو، وده كله على الوش كده، وابدا اخد بالشكل ده وسيبها تاخد وقتها. طبعا التتبيله دي اكيد مش هرميها، انا هبدا احطها كده عندي زي ما هي كده، الفلفل الاسمر ده مع كمان الاعشاب اللي موجوده، وهزود بيها وقت ما ابدا اشتغل في تسويته. الصوص زي ما اتفقنا عايز امشيها باي طريقه، انا ما عنديش مانع، ده خلصان خلاص، خليه يطلع على طول على السلمون. عايز اعمل صوص تاني بسيط جدا عشان خلاص وقت حلقتنا، هطلع فاصل كمان معاكم دلوقتي، ولكن هاسس الصوص ده قبل ما اطلع فاصل لحظه واحده. هجيب عندي طاسه فاضيه، عايز اعمل مشروم، ما عنديش مانع، عندي مشروم زياده، الديميجلاس برده موجود عندي كده كده لازم اشتغل بيه، ولكن انا عايز اقلب الديميجلاس الاول، وهبدا من سبعك نطلع فاصل نرجع نعمل صوص. طب خليني اعمل حاجه بس قبل ما اطلع فاصل، حاضر. ده خلاص يا جماعه كده اهو، نجيب عندي حبه ميه مع الديميجلاس، بنجيبه من السوبر ماركت، ببدا اقلبه كويس جدا بالشكل ده عشان ما يبقاش معايا مخرز، واقعد اقلب فيه كويس قوي لحد ما يبقى كله عامل زي النسكافيه او الكابتشينو، حاجه تكون كده ما فيهاش اي تخريز. وبعد كده ببدا اقلبه، وهاخد الخضار اللي انا هشتغل بيه زي المشروم او البصلايه، كله ترتيب مع بعض، وهنشوف مع حضراتكم في الطاسه واحده واحده. خلينا نشوف شكل الستيك قبل ما نطلع فاصل. حاضر، اتفضل ثانيه واحده. بسم الله، هنا اللون بدا يبان، انا عايز انا بتكلم عن ايه. هسيب ده ياخد وقت تسويته، وهسخن الطاسه كويس جدا كده كده، هحط في الطاسه الزبده والبصل وكل حاجه، ولكن نطلع فاصل ثم نواصل. اتفضل. اهلا بيكم مره ثانيه مع الام هنيه. طيب قبل الفاصل كنا احنا شغالين في السلمون، دخلنا الفرن، خد وقت وتسويته وطلعناه،
وكمان الصوص اللي كان في الطاسه حطينا منه حبه سبرت كده وحطينا حبه على الوش. كان معانا كمان الخضار السوتيه ما فيهوش افتكاسات، وكمان الخضار او البطاطس المشويه مع الاعشاب برده مش محتاجه حاجه. طيب الناحيه الثانيه انا حاطط بصلايه مع معلقتين زبده بشوح معاهم المشروم فقط لا غير. ومن شويه كنا مقلبين كويس قوي الديماجلاس مع حضراتكم، بقى عامل زي الكابتشينو او النسكافيه لو بفكر حضراتكم. تجيب عندي هنا حته اللحمه، بص شكلها عامل ازاي، ما فيهاش حاجه. انا عايز اعرف حاجه ومفروض انت كشيف تعرفاني، معلش خليني نقف عند دي شويه. حته اللحمه دي انا ايش عرفت ان هي مستويه او هتستوي ازاي او ايه شكل التسويات؟ زمان كانوا في السياحه والفنادق بيعلمونا ان التسويات على كف الايد، على الحته دي. لو الحته دي كده عامله كده يبقى ده كده ويلدن. لو فكك صباعك بعيد عن ده كده كده ويلدن. كده ميديوم رير، يعني خلاص يبقى واخده يعني نص تسويه، تبقى تحس ان هي قطره. تقوم بتعمل صباعك كده ايديك ناشفه، لما تفك كده تلاقي ايديك بدات تخف شويه كده خالص. انت كده بقت اللحمه معاك، دي تسويات، مش عايز اشغلكم بايدي، سيبوكم من ايدي. دي تسويات كنا بنتعلمها زمان وبتخلي، او هكلم بالشكل العام البلدي عشان امهاتنا، لا مش هعد، اسمعيني بس، اسمعيني هاوديك، انت عايز تلعبي انا عارف. عشان امهاتنا اكتر الناس بيتفرجوا علينا ما يفكروش ان انا جاي اهزر. التسويات في منها اللي هو الويلدن اللي هي مستوي كامل، تسويه كامله زي اللحمه اللي بناكلها في بيتنا العاديه. الميديوم اللي هي نص تسويه. الميديوم رير اللي هي ربع شويه، يعني الوان بتبان الروزي او الروز لونها محمر شويه. هنعرف دلوقتي مع حضراتكم، مثلا انا مش فارق عندي حته لحمه بس اهم شيء اتكلم بشكل عام. بص كده هوري كده من بره شكلها حلو، بص كده ده رير شايفاها، ده من هنا كده بص تلاقي طرف اللحمه عامل ازاي، بص هنا ده نوع تاني من التسويه، يعني ده تسويات والوش ويلدن. هنا تسويه ودي تسويه، كل حاجه تسويه. ده كله انا بروح اعمل كده وبدخل حته اللحمه تاني الفرن تاخد تسويتها. احنا عشان كشرقيين او كعرب بالاخص بناكل اكلنا ويلدن. انا بس حبيت اوضح دي احسن ما اجيبها من على النار واروح حاططها في الطاسه اذا كانت ميديوم او رير واتكلم وخلاص، لا انا احب اعمل شويه. هنا الصوص خد سوتيه خلاص، الطاسه دي فيها بصلايه فيها فص توم لو حبيت، بس انا ما حطيتش توم بصراحه، حطيت الفلفل الاسمر اللي كان هنا الزياده لو انتوا فاكرينه من شويه، اللي انا تبلت منه وتمت تمام. عملت ده كله قلبته مع الزبده او مع الزيت. هجيب عند الديمي جلاس اللي هو الصوص البني وهبدا هعمل كده، بسم الله، ويبدا ياخد غلوه اتنين تلاته، وبعد كده هبدا هكسره ممكن بكريمه لباني وممكن كمان اسيبه زي ما هو دارك، بس انا هكسره كمان بكريمه لباني عشان يبقى اطعم شويه. هو كده ما دام نشف بسرعه، بص كده هوري، تعرف ان الطاسه حاميه عليه، فطبعا الطبيعي لازم يتكسر بيه حبه ميه الاول وياخد غلوه عشان يستوي لان ده باودر، وبعد كده احط عليه الكريمه اللي انا عايزها. كده اهو، وسيبه شويه ياخد غلوته وهيفتح شويه اكتر. بصي كده اهو، ونسيبه خمسه كده وهتلاقي الموضوع رجع زي الاول، لان هو الطبيعي لو حطينا، هو في نسبه نشا على فكره، النشا دي بتجمد الحاجه بسرعه، بس ده طعمه رائع انا بعشقه صدق من الناس عامه. كده اهو قلب فيه كويس ونسيبه لحظات. تعال نقدم على الطبق ده طبق بطاطس او حبه بطاطس بوري معمورين بطعم كويس. انا بحب بطاطس بوري بعملها بالكريمه مع الزبده مع كمان الجبنه، بيبقى ليها طعم كويس قوي وليها طعم. خلينا نعمل ايه بقى؟ نعمل حاجه حلوه قوي، ثانيه واحده، انا كنت فيها بطاطس مسخنها، الواحد بقى عنده حبه زهايمر شويه كده، الواحد الحمد لله. ادي الزبده اللي انا عايزها، حلو الكلام، هقول لكم هعمل بيها ايه دلوقتي. سايح الزبده دي مش عايزها خلاص عشان دي قطعنا عليها. اجيب بوله كبيره، اشيل ده كده، اجيب عندي مضرب، الزبده ساحت، هعمل كده في البوله دي، اجيب عندي مضرب حلو، وهنزل على طول الزبده ساحت خلاص، هنزل بيه كمان البطاطس البوري او البطاطس اللي هي المسلوقه ومن غير قشر، حبه كريمه لباني مش كتير مع الزبده، هبدا احط كمان بسيط من الفلفل، الفلفل الابيض والملح مش كتير. بقلب كويس جدا الكلام الحلو دوت مع بعضيهم كده، سنة كريمة لباني كمان، بقلبهم مع بعض كده. ممكن
الحمد لله والشكر لله. عفوا جدا، عفوا عفوا، بس الفلفل الاسمر انا اسف جدا، انا اسف. تمام الحمد لله، بقلب كويس جدا، اكثر بسيط بحاجه خضراء مش كتير، وعندي كمان جبنه. الجبنه دي امنتال، مش حادقه ولا هي رومي، ابسط من حاجه. خفيش يا رادو، هديكي نصيبك ما تخفيش. هنا الصوص ده خلصان زي ما حضراتكم شايفين، هحط عليه الكريمه اللباني يفتح اللون معايا شويه ويفك اكتر الصوص كده. غلوه ويكون خد وقته. هنا دي كده تمام، عايز اعليها اكتر، اديها عندي حبه كريمه واقلب. بص الافتكاسات بقى، بص هنا دي حته الجبنه الريكفورد دي لو بنحبها يعني هتلاقي طعمها مع الشيدر، وهتلاقي طعمها مع البطاطس، هتطلع هتلاقيها ليها طعم كده. اهو قلب 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 كده. دي بطاطس بوري معموله على السريع، تعال نشوف نغرفها ازاي. لمها كويس جدا كده، ملامحها مختلفة تماما عن ما كانت بتضرب او ما كانت لسه طالعة ومسلوقة كده. عندي 30 طريقة غرفها، عايز اغرفها بأي طريقة براحتي، ولكن انا هرفع على الصوص الاول خلاص خلصان كده عشان ما ازودش اكتر من كده. وتعالى نجيب طبق عشان نغرف في حتة الستيك مع البطاطس البوري. طبق ابيض نجيب عندي كده، في ناس تحطها في كيس، وفي ناس تحطها في فورمة، في ناس تحطها في حاجات كتير جدا، براحتنا. اللي نقدر عليه نعمله، مش شرط نعمل زي كل الناس، خلينا نعمل اللي نقدر عليه. انا هعمل كده و هجيب ده بس قبله ميه، السكريبر ده هعمل كده تمام. وكمان هجيب عندي بطاطس مشويه لو حبيت كده، متشكرين. لو حبيت حاجه من الخضار التانيين مش هيقولوا لا، كوسه بطاطس كلهم مسلوقين كده كده، بعمل شكل بس بسيط. لو حبيت ما حبيتش انا راضي وزي الفل، دي كده كده مش هتبان بس قشطه. وسنة زيت زيتون على الوش، ومتشكرين على هذا. تمام كده، ناقص ايه؟ ناقص الصوص ده، هناخد دلوقتي منه حبه نحطهم على الطبق، والطبق اهم شيء بس نشوف اخبار اللي في الفرن ايه. بسم الله. اللحمة هوري حضراتكم ايه الفرق اللي حصل. بص كده هوري، شايفة ما خدتش معانا وقت في التسوية، ما فيهاش اصلا نعمل كده. جميل، ونيجي نجيب الصوص ونبدأ نعمل كده. انا احبها كده بصراحة، تكون يعني مغرية كده. امسح بس كده ايه التلتاشة دي. بص بقى لما تعلي في الطبق اكتر واكتر، ده حسب ذوقنا. دي جبنه تانيه على الصوص، خد بقى كمان دي اكتر واكتر. بس يا حبيبتي، بس يا حبيبتي، بس بس يا صديقتي، بس يا اختي، بلا طيب ختام انا هختم. ما خلاص، ما انت عارفه ان ده اخر طبق، وعارفه انا مش هاوحك. هو شفيق بيصدق عليها في المسجل، ربنا يا رب يعني يقدركم عليه الفعل الخير يعني. خلاص يا جماعه، خلاص هادي حبة الصوص، عشان ده طبعا لازم الواحد ياكل الصوص ده، ليه طعم كويس جدا.
تروح جاي هنا كده. كده نكون خلصنا الطبق الاخير لحضراتكم، طبق بيف فيلي مع صوص المشروم والبيبر صوص، وكمان معمول معاه بطاطس بوريه معموله بالكريمه وكل حاجه. دي كانت حلقتنا، واتمنى يا رب يكون الموضوع كان بسيط النهارده، ما كانش فيه زحمه من الاكل كتير. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، وده كان ريزوتو معمول بالمشروم مع سلمون ومع كمان بيف فيلي. اطباق على فرانكا شويه، ولكن لازم نكسر الروتين شويه. دي كانت حلقتنا، حلقه جديده نفس الميعاد، والسلام عليكم.